وسط يجي في الوقت المناسب وينقذ. منور يا جو، يعني حاجه حلوه بالتاكيد ان انت حتى وانت على مستوى اللعب او الزماله بتبقى بتعاصر حد عقليه هايله، صفات ممتازه، لعيب على مستوى عالي جدا يعني. ف يعني كان حاجه تشرفني ان انا زميلت محمد يوسف وكابتن محمد يوسف في الملاعب، وكمان حتى على النطاق المهني كشغل في الفريق الاول للنادي الاهلي يعني. يعني هو كان مسك كمان حتى في بطوله افريقيا الاخيره، هو اللي خدها معانا بطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا في 2013. يعني انا اشتغلنا مع بعض في الجهاز الفني لمانويل جوزيه، واشتغلنا مع بعض في الجهاز الفني لحسام البدري، واشتغلت معاه هو كمدير فني، واشتغلنا مع بعض في مع مستر مارتن لسارتي. فالحقيقه ما فيش حاجه اتغيرت خالص، يعني هي نفس الصفات، يعني حد يعني على المستوى المهني رائع جدا، على المستوى الفكري رائع جدا. بتمنى له التوفيق يا رب في كل خطواته يعني.